الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي عنقد ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون، وطور سينين، وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى، أرآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى، أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفها بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. لا إله إلا الذين كفروا من الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك شر البرية، أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ خبير. لا إله إلا الله ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. لا بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. لا إله إلا الله ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش إيلاف حمر لا تشئ إيلافهم 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 رحلة الشتاء والصيف
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله. Kita akhiri dengan doa. Terima kasih.
doa hafal Quran ini betul-betul membawa kelancaran, membawa kemuliaan, dan membawa keberkahan, khususnya saat ini saudari kita Wina Safitri Nasution yang telah menyelesaikan setorannya 30 juz. Mudah-mudahan ini adalah amanah Allah yang terus dijaga, yang terus dikuatkan dalam hafalan ingatannya, dan tidak dilupakan tentunya, karena sesungguhnya hafalan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus dijaga, yang terus kita upayakan bagaimana hafalan ini betul-betul menjaga diri kita, membawa fisik kita sampai cacing tanah pun tidak berani memakan tubuh kita ketika kelak di dalam kubur. Mudah-mudahan siapapun kita menjadi semangat atas melihat, menyaksikan selesainya hafalan saudari kita, dan betul-betul menjadi semangat bagi kita untuk terus kita bisa membangun kualitas waktu yang kita miliki, karena sesungguhnya hafalan adalah perjuangan, sungguh-sungguhlah yang menjadi modalnya, maka sungguh-sungguh itulah yang tentu merupakan perjuangan yang terus dikuatkan, yang terus diperjuangkan. Mari kita aminkan doa khatmul Quran ini, dan siapapun yang mengaminkan, kita akan mendapatkan keberkahan dan kemuliaan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wal kafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم، ببركة ختم القرآن العظيم، ببركة ختم القرآن العظيم، وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة ختم القرآن، وأكرمنا بكرامة ختم القرآن، وشرفنا بشرافة ختم القرآن، وأدخلنا الجنة مع القرآن، وأدخلنا الجنة مع القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن، وارحم جميع أمة محمد عليهم بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا،
وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاه وساكره إلى يوم الدين واقضِ السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغياثين والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حفظ القرآن، اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله berkahi majelis ini dengan hatamal Al-Quran, ya Allah. Kuatkanlah hafalan anak kami, Wina Safitri, yang telah menyelesaikan hafalannya 30 juz, ya Allah. Kau jaga hafalannya, ya Allah. Kau kuatkan hafalannya, ya Allah. Kau ingatkan apabila melalaikannya, ya Allah. Kau ajarkan, ya Allah. Kau berikan anugerah baginya, ya Allah, kecerdasan, ingatan yang sangat kuat, ya Allah. Kau berikan kekuatan untuk melancarkan hafalannya, ya Allah. Kau berikan kekuatan untuk menguatkan hafalannya, ya Allah. Kau berikan waktunya untuk mengulang-ulang hafalannya, ya Allah. Mengulang-ulang hafalannya, ya Allah. Agar hafalan yang sudah diperjuangkan saat ini, ya Allah, agar tidak lupa dari jiwanya, ya Allah. Tanamkan hafalannya kepada hatinya, ya Allah. Tanamkan hafalannya kepada jiwanya, ya Allah. Agar hafalannya tersebut bisa menjadi amal baginya, ya Allah. Agar hafalan Qur'annya bisa menjadi amal bagi setiap harinya, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah anak-anak kami yang saat ini juga sedang berjuang menghafal Al-Quran, ya Allah. Mudahkan mereka, ya Allah. Mudahkan mereka, ya Allah. Berikan kecerdasan bagi anak-anak kami yang saat ini juga sedang menghafal Al-Quran, ya Allah. Berikan kekuatan untuk menyelesaikannya, ya Allah. Berikan kekuatan untuk menyelesaikannya, ya Allah. Berikan kekuatan untuk menyelesaikan hafalan-hafalannya, ya Allah. Pilihlah kami, ya Allah, hamba-hamba yang menjadi ahlul Quran, hamba-hamba yang kau pilih menjadi keluargamu, ya Allah. Pilihlah kami, ya Allah, santri-santri ma'ad usyakil Quran, ya Allah. Pilihlah kami, ya Allah, jadikanlah hati-hati kami ketika masih di dunia, ya Allah. Tanamkan kerinduan kami dengan Al-Quranmu, ya Allah. Tanamkan kecintaan kami dengan Al-Quranmu, ya Allah. Tanamkan kerinduan kami dengan Al-Quranmu, ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kami, ya Allah, agar kami terus mempelajarinya, ya Allah. Agar kami terus mengamalkannya, ya Allah. Agar kami terus mengajarkannya, ya Allah.
Jangan sampai hati ini merasa cukup, ya Allah. Jangan sampai hati ini merasa cukup karena sudah menyelesaikan hafalannya 30 juz, ya Allah. Berikan kekuatan bagi kami, ya Allah. Kuatkan untuk menghadapi tantangan hidup saat ini, ya Allah. Tantangan zaman saat ini, tantangan yang betul-betul mengkhawatirkan bagi anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, kuatkan jiwa-jiwa mereka, ya Allah. Kuatkan, tanamkan hati mereka, ya Allah, untuk mudah selalu mengingat kepada-Mu, ya Allah. Mengingat Al-Quran-Mu, ya Allah. Mengingat hafalan yang sudah pernah dihafalkannya, ya Allah. Jangan biarkan anak-anak kami melalaikannya, ya Allah. Jangan biarkan anak-anak kami melupakan hafalannya, ya Allah. Sesibuk apapun mereka nanti, ya Allah, kelak mereka pulang di rumahnya masing-masing, ya Allah, mudah-mudahan tertanam hafalannya untuk menjadi amal baginya, ya Allah. Ya Allah, pilihlah kami, ya Allah, agar kami kelak di hari yaumil qiyamah membawa bendera panji-panji Rasulullah. Kami berjuang berbarisan berada dalam para penghafal Al-Quran, ya Allah. Pilihlah kami, ya Allah. Kami berada dalam barisan para kekasih-kekasih-Mu, ya Allah. Kami bisa mencari orang tua kami, ya Allah. Kami bisa mencari ayah ibu kami, ya Allah. Kami bisa menggandeng mereka, kedua tangan kanan kiri kami, ya Allah. Tangan kami menggandeng ibu kami, ya Allah. Menggandeng ayah kami, ya Allah, untuk bersama-sama masuk ke dalam surga-Mu, ya Allah. Pilihlah kami, ya Allah, agar kami menjadi penghuni surga-Mu, ya Allah. Menjadi ahli jannah, ya Allah. Menjadi ahli jannah, ya Allah. Jauhkan kami dari api neraka-Mu, ya Allah. Kumpulkan kami, ya Allah. Kumpulkan kami bersama kedua orang tua kami di dalam surga-Mu, ya Allah. Kumpulkan kami bersama para guru-guru kami, ya Allah, yang mengajarkan kami, ya Allah. Kami bisa mengenal huruf-huruf Al-Quran, yang mengajarkan kami bisa menghafal Al-Quran, ya Allah. Yang mengajarkan kami bisa paham Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami dengan para guru-guru kami, dengan orang tua kami, dengan ayah bunda kami, dengan kakek nenek kami, ya Allah, dengan ayah saudara kami, ya Allah, dengan saudara-saudari kami, dengan saudara-saudara kami yang berjuang sama-sama di pesantren saat ini, ya Allah. Pertemukan kami, ya Allah, seperti Engkau mempertemukan kami di tempat ini, ya Allah. Engkau mempertemukan kami di majelis ini, ya Allah. Kumpulkan kami, ya Allah, kelak di hari yaumil qiyamah bersama kekasih-Mu Rasulullah, bersama sahabat-sahabatnya, ya Allah, bersama keluarga-keluarganya, ya Allah. Pandangi kami, ya Allah. Kenali kami satu persatu, ya Allah. Sapa kami, ya Allah, dengan nama kami satu persatu, ya Allah. Betapa bahagianya hati kami, ya Allah, jika kelak di hari yaumil qiyamah Engkau panggil nama kami satu persatu, ya Allah. Engkau panggil nama kami satu persatu. Betapa senang hati kami, betapa bangga hati kami kelak di surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, golongkan kami agar kami bisa menjemput husnul khatimah, agar kami bisa mengakhiri hayat kami dengan husnul khatimah, agar kami bisa menutup usia kami dengan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga Engkau menakdirkan kami meninggal dalam keadaan syahid, dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, selamatkan keluarga kami, selamatkan para guru-guru kami, selamatkan kedua orang tua kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa para guru-guru kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ampuni dosa saudara-saudari kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa yang hadir saat ini, ya Allah. Para santri-santri ma'had usyakil Quran, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang memilih kami, yang menakdirkan kami di tempat ini, ya Allah. Yang memberikan kesempatan kepada kami, anak-anak kami menghafal Quran di tempat ini, ya Allah. Ya Allah, kekuatkan kami sampai menyelesaikan hafalannya 30 juz. Silahkan berdoa masing-masing. Amin, ya Allah. Allahumma. Amin. Allah.
استجب دعانا يا الله 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 قبلكن دعاء دعاء kami يا الله قبلكن دعاء دعاء kami قبلكن ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Khusus bagi para pendiri Ma'had Ushaqil Quran, kita doakan mudah-mudahan Ma'had Ushaqil Quran ini bermanfaat untuk umat salib. Kita doakan para donatur-donaturnya yang mendukung program ini, mudah-mudahan para donatur-donaturnya diberikan rezeki yang melimpah berkah dan betul-betul bisa dimanfaatkan untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir rahmanir rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.